أرحب بضيف حلقتنا الليلة. ينضم إلينا الأستاذ مختار جماعي، المحامي، محامي حراك مواطنون ضد الانقلاب من تونس. سيد جماعي، مساء الخير. لو بدأنا بتأجيلكم للمظاهرة التي كانت مقررة اليوم، ألم يكن من الأحرى أو من الأجدى ربما التظاهر معا ممن يتظاهرون في ذكرى اغتيال بالعيد، وأيضا المظاهرة الأخرى ليكون لها وزن ربما في الشارع، أم أن الشارع ما زال تتقاذفه التخندقات الإيديولوجية كما يقول البعض؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاهتمام ولإتاحة المجال للتعبير في يوم كهذا يكشف فيه الانقلاب عن وجهه الحقيقي. أما عن سؤالك، فلما لم يقع التحرك اليوم رغم أننا أعلننا ذلك وقمنا بجميع الإجراءات القانونية؟ والحقيقة أن رأيك محترم، كان يمكن أن نخرج اليوم أولا ليكشف الشارع أو ليكشف جمهور المشاهد أنه لا وجود لشارعين وإنما يوجد شارع واحد. رأيتم اليوم رغم التحشيد الذي انتهجه الانقلاب إلا أن العدد كان على الأصابع من خلال الصور والفيديوهات المتداولة، حتى أن بعضهم قال متفكها أن من وقف اليوم أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يروم غلقه لم يتجاوز عددهم عدد أعضاء المجلس 45. طبعا مسألة أخرى ومبرر آخر كان بإمكاننا الخروج اليوم لنقول إن كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بالعيد تهم الجميع، تهم اليسار وتهم الوسط وتهم اليمين وتهم مواطنون ضد الانقلاب، لأن اللغز وراء اغتيال الشهيد شكري بالعيد لا يمكن فكه في اتجاه اتهام سلطة حاكمة وقتها، وإنما كان تحليل الأحداث يتجه بناء اتجاه آخر، ولكن فضلنا السلام وفضلنا عدم الدخول في تجاذبات لا يحمد عقباها داخل الشارع، وخاصة وجود مندسين قد يفسدون هذا التحرك. طيب، أجلتم المظاهرة للأسبوع، تم تأجيل المظاهرة إذن إلى الأحد المقبل. هل ترى سيد الجماعي وأنت من ضمن مواطنين ضد الانقلاب وأيضا حركة النهضة تشارك في هذه الدعوة وربما هناك تيارات أخرى، والعاصمة الآن تبدو مفتوحة أمام التظاهر، يعني لم يعترض أحد طريق الذين تظاهروا اليوم، هل ترون بأنكم ستعوضون الماضي وستحشدون أعداد كبيرة يوم الأحد المقبل؟ وماذا عن التنظيم والاستعدادات؟ يعني دائما هناك ثغرات في التنظيم، هل تم تفادي كل الثغرات الماضية؟ لنبدأ بجملتك الاعتراضية أخي صالح، أنت تقول أن العاصمة اليوم مفتوحة للتظاهر ومفتوحة للتعبير، هل أنت واثق مما تقول؟ لا أعتقد ذلك، والحال أن يوم غد موعد الجلسة الثالثة أمام المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية لمقاضاة عدد 31 ممن وقع القبض عليهم في تحرك سابق يوم 14 الذي تتذكرونه. من ضمن هؤلاء ثلاثة موقوفين إلى اليوم ينتظرهم محاسبة، ومن خلال جلستين اثنتين شعرنا أن الأمر سيكون على قدر من الخطورة من حيث الأحكام، لأن المجلس الجناحي رفض مطلب الإفراج عن هؤلاء. هذا عن مسألة فتح العاصمة أمام التظاهر، لأني أعتقد أن السلطة الانقلاب تتخذ منهجين في التعامل بين المظاهرات الداعمة والمظاهرات المعارضة.
نحن أعددنا العدة ليكون حشدا كبيرا إن شاء الله. لماذا؟ أولا لأن الأحداث أصبحت تتتالى، لعل أهمها الموضوع الرئيسي الذي طرحتموه اليوم على مشاهديكم بخصوص إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره آخر حلقات التحول من الديكتاتورية من الديمقراطية إلى الديكتاتورية، ومن الدولة المدنية التي تنفصل السلطات فيها، السلطة تحد السلطة والسلطة تراقب السلطة، إلى جمع جميع السلطات بيد سلطة الانقلاب تنفيذا لخطابه ليلة 25 جويلية من أنه سيحل مجلس النواب وقد حله واستأثر بسلطة التشريع، وأنه سيعزل رئيس الحكومة ليستأثر بسلطة التنفيذ. اليوم أو لنقل في شكل رمزي من حيث الزمان والمكان نحللها لاحقا، يعلن أيضا معناتها وضع يده على السلطة القضائية. لذا نعتقد أن التحشيد سيكون كبيرا. الجمهور المعارضة ينتظر هذا التاريخ وللحضور بالعاصمة، خاصة بعد نجاح التحرك الذي وقع منذ أيام بجابس إعلانا عن خروج التحركات من المركز. طيب سننتظر ونرى على كل حال سيد جماعي، ولكن كما أشرت حضرتك يعني النقطة الرئيسية التي بدأنا بها هذه الحلقة، وهي ما قاله الرئيس المنقلب البارحة وفي رمزية المكان أيضا كان من داخل وزارة الداخلية. الرجل تحدث عن المجلس الأعلى للقضاء بأنه بات من الماضي. ما رأيك في هذا القرار وأيضا مكان اتخاذ القرار؟ أولا لنتحدث عن المكان والزمان أيضا. كان المكان وزارة الداخلية، البناية الرمادية التي تنتصب بقلب شارع بورقيبة والتي كانت تمثل المكان الذي وقف فيه التونسيون ليقولوا ديجاج للسلطة الديكتاتورية النوفمبرية. ثانيا إنها مكان الاحتماء بما يسميه السلك الأمني والسلك الحاملي للسلاح في تهديد مباشر فج للشعب التونسي. هذا من حيث المكان. من حيث الزمان، كان في وقت متأخر من الليل، ومعلوم أن الليلة إنما جعل للمؤامرات، هي مؤامرة نعتقد ذلك، اختار لها مكانا وزمانا كاشفا لطبيعتها وكان مكان. السؤال الآن، هل أن المجلس الأعلى للقضاء بات من الماضي؟ لا نعتقد ذلك، لأن استقلالية القضاء عمدتها دماء الشهداء وعمدها نضال طويل المدى بدأ منذ خمسينات القرن الماضي وصولا إلى ثورة 14 جانفي 17 ديسمبر، وكان الهدف المنشود من وراء بناء دولة مدنية السلطة فيها كما قلت سالفا تحد السلطة. بشرنا اليوم القضاة أولا في شخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي رد على هذا الانقلاب كما يجب، من أنه لا سلطة للرئيس في بخصوص إيقاف أو بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء. أردفه بيان عن القضاة الشبان الذين هم المستقبل في هذا السلك، يؤكدون أن لا مجال للتنازل عن استقلاليتهم ولو كلفهم ذلك القيام باستقالة جماعية. فماذا وجدت سلطة الانقلاب من تأسيس لهذا
لهذه الخطوة، لا أساس لها غير شيء واحد، خلع أبواب مجلس الأعلى للقضاء وتعويض أقفاله، ووضع دبابة مصحوبة بشرطيين أمامه. هذا ما يمكن أن يعطل أعمال المجلس، ولن يتعطل، لأني أعتقد أن قاعات المحاكم مفتوحة له ليعقد فيها اجتماعاته وليواصل عمله الذي سطرته له دماء الشهداء. أنا أشير فقط سيد جماعي هنا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفض هذا القرار وقال لن نصمت. وأشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يقول نستنكر مواصلة الرئيس استهداف الدستور والفصل بين السلطات وأسس استقلال القضاء، وقال إساءة الرئيس للقضاء تأتي في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية. ولكني أختم معك كمواطن إن صح القول، الحقيقة احتياجات المواطن، ونحن في هذا البرنامج التفاعلي نتفاعل كثيرا مع التونسيين، المواطن يعني بات مرهق، بات قلق على مستقبله وحاضره، بات يفكر كثيرا في مستوى الأسعار، بتوفر المواد الأساسية، بات قلق على الديمقراطية التي عاشها لعشر سنوات، بات قلق حتى على الدولة التونسية من الانهيار. البيت الداء هذا ما يقوله التونسيون، على كل حال من يتفاعلون معنا أو في معظمهم حتى لا أبالغ، يقولون بأن كل المشكلة الآن تتمحور حول سلوك الرئيس المنقلب قيس سعيد، وبأنه لم يجد من يوقفه عند حدوده. ماذا ستغير هذه المظاهرات وهذه التصريحات سيد جماعي؟ وأنا أسألك كمواطن الآن. كمواطن، هل تعتقد أن ما أقدمت عليه سلطة الانقلاب كان يمكن أن تحسن الظروف الاجتماعية؟ هناك شعار رفعه بن علي خلال سلطته النوفمبرية، وهو مقايضة الحرية بالخبز. الآن لا حرية ولا خبز. كان يمكن للمواطن البسيط الذي يفكر في قوت يومه أن يتنازل أو أن يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحريات، ولكن كما يقول المثل التونسي الدق وصل للدربالة. اليوم خبز المواطن أصبح مهددا، ونعتقد أن هذا التهديد إنما جاء نتيجة طبيعية لسلوك غير محسوب للسلطة السياسية التي ضربت المواطن في حرياته الأساسية وفي خبزه اليومي. لو اعتقدنا أن ما قام به مما يسميه مجابهة الخطر الداهم، لو اعتقدنا أنه سيضيف أو سيقدم خدمة للمجال الصحي أو للمجال الاجتماعي أو للمجال المعيشي، كان يمكن أن نخض بعض الطرف، ولكن نعتقد أن المسألة إنما أصبحت تغرق غرقا آخر أكثر مما كان. لم نشهد طيلة عقود ومع بناء الإدارة التونسية تأخيرا في صرف الرواتب، اليوم وصلنا إلى التأخير في صرف الرواتب. الخبز المعاشي اليوم أصبح لكل سعرا يسعر به المواد الأساسية غير متوفرة، وتطالعنا الأنباء أحيانا بوجود سفن تحمل المؤونة من قمح ونحوه تنتظر الدخول في الميناء، ولكن طالما لم تنقد ثمنه فإنها تعود القهقرة وتحيد عن الميناء التونسي. الأستاذ مختار جماعي المحامي ومحامي أيضا حراك مواطنون ضد الانقلاب، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.